سنفصل أكثر مع ضيفي من جدة المحلل الاقتصادي بدر البدو، محلل أسواق المالية. حياك الله معنا سيد بدر، شكرا لوجودك معنا. اليوم أغلاق إيجابي للسوق، حركة إيجابية نشهدها في المجمل على الأسواق العالمية وعلى تحركات يعني أسعار النفط بعد 4 جلسات من التراجع. كيف قرأت لنا اليوم سلوك السوق؟ اهلا وسهلا، الله يمسك بالخير استاذ سلمان، ومساء الخير لاخواني واخواتي المشاهدين والمشاهدات. بصراحه امر طبيعي ومتوقع ارتداد السوق بعد 4 جلسات انخفاض حصلت الفتره الماضيه، وهي تعود لعده اسباب رئيسيه ومهمه، منها ترقب الانضمام لفوتسي والمرحلة الأخيرة للانضمام على المؤشر الأسواق الناشئة يوم الاثنين المقبل بحول الله 23 يونيو، ارتداد أسعار النفط أيضا، ونتائج الربع الأول كانت أفضل بكثير من التوقعات. جميل، اليوم تجاوز السوق مستوى 7300 نقطة، واللي يمكن عجز عنه تجاوزها خلال يعني تداولات الفترة الماضية. من الناحية الفنية الآن يتجه السوق إلى أي مسار؟ المسار بحول الله كان صاعد وما زال، لاحظنا الفترة الماضية كان نزولنا بسبب الأزمات اللي حاصلة في العالم بشكل عام، من مستويات 9403 إلى مستويات 5959 بمقدار 3444 نقطة. طبعا هناك عوامل في النزول الماضي كانت منها أسعار النفط وتصحيح الأسواق العالمية، ارتدينا من 9559 إلى مستويات 7350 اليوم بما يقارب 1400 نقطة، وبشكل عام أرى أن السوق أعلى مستويات 7075 و 6700 و 6800 طبيعي ومطمن في حال جني أي أرباح محتمل. جميل، مستويات السيولة اليوم أيضا ارتفعنا إلى 6 مليارات وتقريبا 300 مليون ريال، يعني عما شاهدناه عن في أولى جلسات الأسبوع كنا نتحدث عن 4 إلى 5 مليارات ريال. السعود اللحظي الآن بالنسبة إلى السيولة كيف تقرأه؟ كما يعلم الجميع أستاذ سلمان أن السوق السعودي يترقب والمتداولين فيه آخر مراحل الانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة يوم الاثنين القادم بحول الله، مما يعزز من متانته واستقراره بجلب السيولة الخارجية فيه. الفترة الماضية شاهدنا بيانات لشركة السوق السعودية تداول والقفزة الكبيرة للقيمة السوقية لملكية الأجانب في السوق، حيث وصلت إلى 173 مليار في شهر يونيو الحالي مقارنة ب 86 مليار في نهاية 2018 بارتفاع تجاوز نسبة 100%. هذا يعكس أستاذ سلمان أن دون أدنى شك ثقة المستثمر الأجنبي والصناديق الخارجية في المملكة العربية السعودية، في حكومتها، في اقتصادها، استقرار الدولة وأنظمتها رغم كل التحديات والظروف اللي حاصلة في العالم بقيادة سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين الله يطول بعمره الملك سلمان، وسيدي عراب الرؤية وأمير الشباب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الله يطول عمره. جميل، بما أنك تكلمت اليوم عن بيئة المملكة ومؤشرات المتوقعة للمرحلة القادمة وجذب السيولة الأجنبية، اليوم المملكة يعني أخذت مرتبة متقدمة في التنافسية العالمية، كان على مجموعة من المرتكزات منها بيئة الأعمال، النظام الاستثماري في المملكة، التحول التقني بشكل عام. تلخصنا اليوم يعني أبرز التحول التقني اليوم وبيئة الأعمال بشكل عام في المملكة وهذا التفوق والتميز اللي أخذناه في المركز التنافسي العالمية. دون أدنى شك ما وصلنا لهذه المرحلة ونطمح للمزيد بحول الله إلا بعد إصلاحات كبيرة وقوية وشجاعة من حكومتنا عزها الله، وصلتنا لهذا الترتيب العالمي وإصلاح بعض الأمور وتحديث بعض الأنظمة واللوائح سواء كانت تقنية أو مالية في السوق أو حتى كمان تكنيكية. نعم. بشكل عام بدر البدو محلل مالي، كنت معي من جدة، شكرا جزيلا لك.